إله أجنحة وما بطير، إله عيون وما بيقشع، إله أجرين وما بيمشي. الوزة بتضحك. شو إيه؟ أهضب زلمة شو ببنية الوزة؟ الوزة بتقول وك وك وك. عن جد شو الجواب طلع الوزة؟ البطة يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل ما قال لي الأخ الجواب، البطة مسافرة. البطة مسافرة هيدا هو؟ البطة شو يعني الوزة؟ الوزة الوزة شو بتعمل؟ شو بتقول؟ هيدا تبع الشاي. شو بتقول الوزة؟ وك وك وك. ثانك يو يا كبير. انت عن جد ثانك يو. ثانك يو كثير انبسطنا فيكم، وبنزح كل العالم يجوا على الحمراء، هالمكان الحلو هون، هالمنطقه السياحيه، هالجمال، هالقعده، هالمطارح الحلوه اللي عاملينها انتم. عن جد انا بنزح كل العالم اللي بيحضروني يجوا على الحمراء بوجه الالدورادو. والله خلق مفرق الضيعه، ربنا هذا الشيء، خلق ربنا. والله العظيم إله جوانح وما بطير، إله عيون وما بيقشع، إله أجرين وما بيمشي. ديناصور؟ ديناصور؟ معقول يكون هو؟ قولي لهم هيك. خلص قولي شو؟ ما بعرف شو. أنت شو برأيك؟ مصاري. مصاري؟ لا يا زلمة. إله جوانح وما بطير، إله عيون وما بيقشع، إله أجرين وما بيمشي. لا مش دولار. شو طيب؟ معقول الدجاجة مسافرة؟ ممكن. ممكن. على فكرة بس نحن ما هلا شو هي؟ شو طلع؟ دجاجة مسافرة؟ قولي لهم دجاجة مسافرة. ما بدي اطلع بالكاميرا. بدي اطلع فيي لقلب بليز. دجاجة مسافرة. يعني لا حجزة بأول ما دجاجة مسافرة. قاعدة لابدة ما بدها ما بدها تمشي وما بدها تقشع مشان ما تخاف وتوقع من الطيارة. صح؟ لأنه إذا قشعت ممكن تموت سكتة قلبية. صح صح. ثانك يو لأيكم. ميرسي كثير. إله أجنحة وما بطير، إله عيون وما بيقشع، إله أجرين وما بيمشي. بقرة. أوف. شو هي؟ بقرة. يا بيي سمعت؟ ليك سمعت؟ شو هي؟ قول لنا جمر شو هي؟ بقرة. ثانك يو لكبير. ثانك يو. إله أجنحة وما بطير، إله عيون وما بيقشع، إله أجرين وما بيمشي. شو قصدك يعني؟ شو هي الحظيرة؟ قنديل البحر. شو هو؟ قنديل البحر. هيك لجمهور، قنديل البحر. قنديل البحر. ياس! سمعتوا شو قال؟ قنديل البحر، روح يا كبير بأمرك. أيكو لألك حبيبي. إله جوانح وما بطير، إله عيون وما بيقشع، وإله أجرين وما بيمشي. إله جوانح وما بطير، وإله عيون وما بيقشع، وإله أجرين وما بيمشي. الحية. حية؟ قلن هاد شو مين؟ الحية. حية. طيب أنا شفت شي بإيدك حلو كتير وعم بتصوره، كنت فينا نفرجي للعالم شو كنت عم بتصور؟ لبنان. معلم بدي أقول لك كلمة بس عن لبنان. انت حضرتك منين؟ الاردن. بس بدي اقول لكل العالم وبلدي جنه، وانا بقول لكل دول العربيه اللي بحبونا، نحن بنحبهم وهيدا بلدهم، واهلا وسهلا فيهم. شاب اردني، شاب اردني عم بيصور ارز اللبنانيه، علم لبنان. بتمنى من الكل اللي عم يحضرنا عن جد اعملوا له لايك وقلب واكتبوا له اللي بدكم اياه، لانه اهل الاردن هن اهلنا وهن ناسنا، واهلا وسهلا ببلدكم. ولبنان طول عمره جنه لكل العالم. نحن مرئين بأصعب ظروف بس إن شاء الله بتنتهي يا حبيبي. أكيد أكيد، يعني إن شاء الله ظرف وبنتهي. وأنا بحب الشعب اللبناني، الشعب اللبناني فيش أطيب منه. قد ما لفينا وقد ما شفنا دائما الشعب اللبناني له أصله وطيبته، وإن شاء الله لبنان بيرجع أحسن من قبل. حبيبي مرسي كتير، سلمني أهل الأردن. ونحن صدقني ولا مرة كرهنا أي شعوب بالعالم، لأنه نحن حياتنا بسط وجو وكيف، ومنحب كل الناس. أهلا وسهلا فيكم ببلدكم، وهيدي الأرز اللي كان عم بصورها خي الأردني. الله يسعدك. أنا إلي الشرف بعمل له هيك. أنا الله يخليك. ثانك يو لألك. شكرا لك. الله يسعدك. إله جوانح وما بطير، إله عيون وما بيقشع، إله أجرين وما بيمشي. قربي لعندي شوي. أوكي.
عيدة بعد مرة. عيدة بعد مرة. إله جوانح وما بطير، إله عيون وما بيقشع، إله أجرين وما بيمشي. يقعدكم إله أجرين وما بيمشي. إله جوانح ما بطير، إله عيون وما بيقشع، إله أجرين وما بيمشي. شو تتوقع يكون؟ أنت هلا أنت وضاهر هلا. ظاهر لي ظاهر لبعض. انا وظاهر بتخبريني اياه؟ لا هذا انت جواب. انا معقول كون انا جواب؟ لا عن جد شو هو؟ ما بتعرف شو هو؟ لا معقول يكون طير بده يسافر؟ طير دجاجه بدها تسافر؟ طير طير له جوانح وما بطير. انا ما قلت لك دجاجه. شو لك كان؟ شو هو؟ شو هو؟ يعني معقول يكون طير بده يسافر؟ كعيط خالص. قولي لهم هيك كعيط. ثانك يو. يور ويلكم. له جوانح وما بيطير، له عيون وما بيقشع، له أجرين وما بيمشي يا كبير. يعني موفر له كل شيء، بياكل وبيشرب وبينام وبيضل قاعد بهالان، ما في داعي لا يشوف ولا ولا يقشع ولا شيء. هو طبعا انا بقول بقول الدجاجه، يعني دجاجه موفر له كل شيء بالان، مش مثلنا بدنا نرقد نجيب الكهرباء ونرقد نجيب المي ونرقد. السؤال الدجاجه بتطير؟ الدجاجه هي ما بتطير، بس وقت بس الضروره. انا قلت لك له جوانح. وقت الضروره بتطير، اذا بتزتها من مرتفع معين بتطير. انا بشوفها، يعني كان عندي دجاج انا قبل وجربت. هلا جرب انت طلعها الاول، زتها بتطير بشكل يعني اوف 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 اوف. شو عم تحكي؟ ايه وقت بدها تشوف الاكل بتشوف كمان. عن جد انا هيك شايف. بس انت قل له، بس انت قل له، انت شو رايكم يلي حاويين الدجاج؟ عن جد ثانك يو لك، ميرسي كثير. إله جوانح وما بيطير، إله عيون وما بيقشع، إله أجرين وما بيمشي يا كبير. لا دجاجة، دجاجة مشلفة. دجاجة شو؟ مشلفة. قل له هيك، قل له هيك. دجاجة مشلفة. يعني مشلفة، يعني مجنونة للدجاجة صح؟ اه بدها تكون رايحة فيها. مشلفة. رايحة فيها. اه. حبيبي. انت منين حضرتك؟ انا من الاردن. اخ يا قلبي، اخ يا قلبي. عن جد اليوم 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 بلبنان بالحمرة عن جد في جمهور اردني كتير. اهلا وسهلا فيكم ببلدكم. احنا بنحب لبنان. اهلا وسهلا فيكم ببلدكم، واهل الاردن من الناس المضيافين. في اسالك سؤال عن بحر الميت؟ اسالني سؤالين عن بحر الميت. ليك ليه سموه بحر الميت؟ عشان ما فيه ما فيه سمك. لانه شو؟ ما فيه سمك. عن جد بتحكي؟ اه والله. طب مين اللي قتل؟ عشان ما بقدر هذا. مين اللي قتل؟ واحد الدجاج المشلفة. تايو يا كبير. حبيبي. شفتوا مين اللي قتلوا لبحر الميت؟ الدجاج المشلفة. المشلفة. تايو حبيبي. حبيبي يعطيك العافية. إله جوانح وما بطير، إله عيون وما بيقشع، إله أجرين وما بيمشي. بتعرفوا مين هو؟ طير الميت. طير الميت ما ميت، كيف بده يطير؟ روح.